يا كابتن، يعني هو يعني هنكمل كده برضه في عجاله، على اساس ان احنا زي ما قلنا ان الكلام اللي قاله سياده المستشار مرتضى منصور ده كلام محترم جدا، ويا ريت الكره او الانديه او المسؤولين عن كره القدم يبقى عندهم نفس زي ما يقولوا نفس الوعي ونفس الكلام اللي بيتقال ده كلام يعتبر محترم جدا، عشان على الاقل تحس ان في حاله استقرار وفي حاله ثقه في النفس لكل المديرين الفنيين. لكن عاوز اتكلم يا كابتن، معانا على الشاشه الاسماعيلي وادي دجله اللي بدا منذ حوالي 6 دقائق عشان الناس برضو اللي حابه تتابع. ده ماتش برضو مهم يا كابتن جدا لان نتيجته هتخش في الترتيب على الاثنين يا كابتن، ترتيبها بالظبط في ترتيب الجدول يعني. فاحنا بنخلص كلامنا وهنشوفه، بس احنا طبعا مش هنقدر نحلله او بالنسبه لنا ما فيش وقت، لكن عاوز اقول ان احنا الفرقه اللي بتبقى كويسه بتكسب يا كابتن. نعم، الفرقه اللي بتلعب على هدف بتكسب. الكلام ده مش عشان الزمالك خسر، لكن الزمالك النهارده بقى له ماتشين مش كويس يا كابتن. نعم، الماتش المنيا ما كانش كويس خالص، وكان فيه انفرادات كتيره برضو واهداف كتيره ضايعه، لكن الزمالك كسب. النهارده ما كانش كويس فالزمالك خسر. فاذا دي كرة القدم زي ما قال كفرو وقال سيادة المستشار مرتضى منصور واحنا كلنا عارفين. بس يا ريت يكون المبدأ ده عندنا كلنا، او الثقافة دي تبقى عندنا كلنا بالزبط. وهي الكرة مكسب وخسارة. صحيح احنا بنبص للنادي الزمالك لانه فريق كبير واسم كبير وتاريخ كبير، بص للنادي الاهلي بنفس الوضع، بص للنادي الاسماعيلي في نفس الوضع، لكن ما بنبصش للانديه اللي هي المفروض بتاعت شركات، واللي هي المفروض زي ما قال دلوقتي محمد الشناوي لهم مستحقات وكل حاجه، بس لعيبه بيقول لك لعيبه محترمه ما بتتكلمش في الموضوع ده. هتاخد فلوسها طبعا، ما لازم نذكر الحته لازم دي ده مهمه، لازم نذكر الحته دي، ما تبقاش هي هدف. وبعدين اهو كده، لكن بنشوف انديه كتيره ولاعبتها واللي ما يرضوش يلعبوا واللي ما بيروحوش التمرين وبتاع عشان ليهم مستحقات، ما بيعملوش حساب ظروف النادي، ما بيعملوش حساب ظروف البلد اللي احنا فيها. كل الحاجات دي كلها لازم يعني، كان كلام برضو محترم من محمد الشناوي، وكلام ناس يعني عاوزه تعمل حاجه، وتهيألي ان هم عاوزين يعملوا حاجه، وقال لك ان احنا مكان دي فرصه اخيره، ما كناش نحلم ان مش هنجي لنا فرصه زي دي تاني، مش هنجي لنا فرصه زي دي تاني، وان احنا نخش ونلعب على بطوله الدوري بعد ما كنا هنهبط السنه اللي فاتت. كلام واقعي، كلام واقعي جدا، وكلام جميل جدا، وثقافه انا بعتبر ثقافه كروية جيدة جدا جدا. فأنا بقول لهم مبروك، وبقول للكابتن مختار مبروك على الأداء ثم على النتيجة، وهارد لك يا ميدو، وهارد لك يا لعيبة الزمالك. بس لازم بقى تبص يا ميدو بالظبط الأخطاء اللي لعيبتك وقعت فيها، والأخطاء كلكم اللي انتوا وقعتوا فيها اللي من خلالها يعني، لأن دي خسارة كبيرة كابتن. نعم، يعني خسارة كبيرة لتيم زي تيم الزمالك، خسارة كبيرة، وكمان كان هناك لطف من المولى بالظبط معانا وجل نتيجة طبعا حقيقة عز وجل. فبرضه عاوز اقول يا كابتن، يعني المدرب مش عاوز ارميده يبقى عندي. انت شايف ان انت النهارده زي ما كلنا بنعذرك ان عندك 2-3 من قلب الدفاع مش موجودين، وهم دول الاثنين اللي عندك، صلاح سليمان وهاني صحيح سعيد. صحيح، ما تعاندش نفسك، العب بليبرو، العب انت كابتن لعبت بليبرو في وقت كنت بتلعب دايما باربعه، وقال لك ان ده بيلعب بطريقه قديمه وطريقه لا بالعكس جرى عليها الزمن، نجحت بيها. كابتن فاروق قال لك اعمل ستاره في نص الملعب، انت عندك نور السيد ومؤمن زكريا وعمر جابر كلهم كانوا بيلعبوا على قدام، وفي بعض الاحيان احمد توفيق كمان بيروح. فانت النهارده عارف ان القلب بتاعك ضعيف، وكويس ان عبد الواحد السيد بقى له فتره كبيره مستواه في الحاله دي كفرو مستواه عالي، عارف حضرتك ازاي؟ نعم. فانت ما تعاندش نفسك، حاول تلعب بالطريقه اللي من خلالها ما تخسرش الخساره دي، وفي نفس الوقت تحافظ على الاقل تتقدم في المركز اللي انت فيه. صحيح، يعني طيب. ديت انا بقولها نصيحه لاخ اصغر، فهو يا ريت يعني يستوعبها بشكل كويس وما يزعلش منها. ده بالعكس، لان طبعا احنا كلنا يهمنا كل الفرق، واحنا يهمنا برضو نادي الزمالك، وكنا دايما بنتكلم ونقول يا رب الزمالك والاهلي يخشوا في المربع الذهبي عشان يبقى بطوله تحس ان هي يعني جماهيريه تقيله وجماهيريه وكل حاجه يعني. نعم طيب.